اليوم في هذا المهرجان مهم جدا لانه اول مهرجان اللي كيتكلم على الفيلم الوثائقي، وهذا بحد ذاته يعني حدث، لانه عبر الافلام الوثائقيه الا وهي امكانيه للشعوب الافريقيه باش تبادل تاريخها، تبادل احنا في الوزاره وفي الحكومه نشتغل على هذا، لان مراسم الحركة الجدرى هذا الفيلم الوثائقي الا هو واجهه، هو يعني واحد يعني الوسيله باش نوصلوا تاريخنا ثقافتنا. كيف يمكن تطوير الفيلم على الصعيد الافريقي وخصوصا على الصعيد الوطني؟ هذه هي استراتيجيه الوزاره في الصدر. لا هذه هي وسيله اليوم المهرجان، وسيله باش نتبادلوا الاراء ونتبادلوا التجارب اولا في القاره الافريقيه، وثانيا ان شاء الله طبعا بالنسبه للمغرب عرف تطور ملموس في هذا المجال. كما قلت لكم كاين هناك قناه مخصصه في هذا المجال، يعني القناه الثقافيه. طبعا كاين هناك اجتهادات من مجموعه المخرجين ومجموعه المنتجين اللي يعني بطريقتهم كيتكلموا على الثقافه، على المغرب، على التراث في هذه الافلام الوثائقيه. وشكرا لك. عز العرب العلوي مدير المهرجان. أظن أن هذا المهرجان يعتبر تصورا جديدا لمهرجانات تحتفل بالمعرفة وبالفرجة كذلك. هو مهرجان نحاول من خلالها أن نؤسس لأكبر عدد من الورشات حتى يستفيد أكبر عدد من الطلبة، وبالتالي سنحاول أن تكون هناك فرجة سينمائية عبارة عن أفلام سينمائية، وكذلك هناك التكوين وهناك مجموعة من الورشات. المهرجان كذلك سيكون مناسبة لتأسيس الفيدرالية الدولية للأندية السينمائية الجامعية الإفريقية، وهذا التأسيس سيكون بطبيعة الحال عبارة عن لم مجموعة من الأساتذة اللي يدرسون الجامعة، يدرسون السينما في الجامعات في هذا المحفل الدولي. إذن رابادوك أفريكا يعتبر بالنسبة لنا انطلاقة لخلق مهرجانات من نوع آخر. نعم، الشعار المهرجان أيضا هو شرط كبير في الرعاية السامية لصاحب الجلالة. مهرجان الرباط الدولي للفيلم الوثائقي تحت الرعاية الملكية مهرجان الرباط الدولي للفيلم الوثائقي الإفريقي هو تحت الرعاية الملكية، وكذلك في إطار الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. شعار المهرجان هو الفيلم الوثائقي رافعة للإبداع والتنمية، ومن خلال هذا الشعار سنحاول أن نركز على هذا الفعل، الإبداع ثم التنمية. في افتتاح المهرجان الوثائقي الإفريقي، وهذا المهرجان هو من إنشاء الجامعة المغربية، غادي نشوف فيها واحد مجموعة ديال أفلام وثائقية أفريقية، وهذا مكان احنا الآن في الافتتاح، ولكن اليوم وغدا وبعد غدا غادي نشوف واحد مجموعة ديال الأفلام الوثائقية الأفريقية، وكنتمنى أن طرق الجميع وخصوصا الجمهور المغربي. كيفاش تشوف السينما الإفريقية سمي يفتح السينما الإفريقية والمغربية وخصوصا المهرجانات في الرعاية السامية؟ السينما الإفريقية هي من حسن إلى أحسن، ورغم قلة الإمكانات اللي كاينة في أفريقيا فهي غادية بواحد الطريقة وواحد الدرجات تصاعدية، فلهذا وخصوصا السينما المغربية أيضا، إن السينما المغربية الآن أصبحت من
من أرقى الأفلام السينمائية في العالم بصفة عامة، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الدولي. فالآن السينما الإفريقية هي الآن تضاهي السينما الدولية، هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها، وخصوصا الناس المهتمين بالسينما ولسيني فيه أنهم كيعرفوا هاد الحقيقة. فبما أننا نحن فنانين وسينمائيين فكنشوفوا بعض الأفلام الإفريقية يعني من أروع ما يكون. فهنيئا لنا بهذا المهرجان، ونتمنى إن شاء الله أن تكون تابعة مهرجانات أخرى ونشاهدوا فيها أفلام أخرى بحول الله. العفو.